شيخ هيثم وصية للشباب. الله المستعان. والله أنا يعني جاء في بالي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنا أرى في هذه الأيام يعني عزوف كبير عن الزواج، سبحان الله، حتى أن الإحصائية عندنا تقول أنه يعني أعمار الشباب الآن يعني المقبلين على الزواج، متى يقبل على الزواج؟ عمر 34 سنة. هذا يبدأ في إجراءات الزواج، يبحث عن زوجة وكذا. هذا في القديم كان 34 سنة، هذا رجل أو امرأة يكون جد أو جدة في السابق. الآن يبدأ يبحث عن زوجة. كيف يا أخي مع هذه الفتن وهذه الإشكالات؟ والزواج يعني بعض الناس يقول طيب وصية بتقوى الله، نعم هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. والزواج نصف الدين، يعني الآن الذي يتزوج أكمل نصف الدين يا شيخ. ويعني إحصان ومودة رحمة، يعني تكوين أسرة مسلمة، أشياء كثيرة يا شيخ. فأسأل الله سبحانه وتعالى يصلح شباب الأمة يا رب. آمين. جزاك الله خير. الله يعافيك.